افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني لسلامة العمليات الكيميائية بمركز البحرين الدولي للمعارض بتنظيم من شركة ميدل إيست إنرجي إيفنتس والمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات 2017 الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. وقد أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط في كلمة الافتتاح عن بالغ شكره وتقديره للمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين في مواصلة درب التميز في انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني لسلامة العمليات الكيميائية في نسخته الثانية، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني لسلامة العمليات الكيميائية والتي تركت بالغ الأثر في تحقيق الأهداف التي ينشدها الجميع، معبرا عن بالغ سعادته في اختيار الجهة المنظمة مملكة البحرين والذي جاء دليل السمعة الطيبة التي تتمتع بها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات والمعارض المتخصصة وما تقدمه حكومة البحرين من دعم ومساندة في استقطاب كافة الفعاليات في أرض المملكة وتذليل الصعوبات والعمل بكل جد واجتهاد في تسهيل كل ما من شأنه في تحقيق عقد هذه الفعاليات العالمية على مستوى الشرق الأوسط والعالم باعتبارها منصات عالية المستوى لتبادل المعارف والآراء والخبرات بين المختصين والمهندسين والفنيين من العديد من الشركات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية. تابع معالي الوزير بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات المنضوية تحت مظلتها في سعي دائم لتحقيق أعلى مستويات السلامة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، موضحا معاليه بأن الفترة الماضية شهدت جهودا حثيثة ومبادرات متعددة قامت بها الشركات النفطية التابعة للهيئات أثمرت عن تحقيق إنجازات كبيرة تمثلت في تحقيق انخفاض مستمر في الحوادث وخفض كبير في مستويات انبعاثات الغازات، مشيدا معاليه بالجهود التي تبذلها الشركات النفطية في مملكة البحرين تجاه كل ما يضمن سلامة وتحسين الأداء. النمو المستدام من خلال الابتكار والتكامل في عمليات المصافي والبتروكيماويات عنوان حملته النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات المعروف بميبك 2017. تجد في هذا المؤتمر في هذه النسخة كثير من الفعاليات المصاحبة، منها الجائزة لقيادة النساء المهندسات في قطاع النفطي، وكذلك هناك سباق بين جامعات، خمس جامعات في السيارات اللي تشتغل على الكيميكال كار، اسمها الكيميكال كار، فإذا كانت لكم تغطية بيكون شيء جيد، والقصد منها تعريف الشباب والمستجدين في الجامعات إلى معرفة هذا القطاع. تجد كذلك هناك قسم للتعرف على الشركات الناشئة والتقنيات اللي يتم تطويرها في هذه الصناعة. أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال تقنيات هندسة العمليات وتكنولوجيا النفط والغاز أثرت على عرض ما لديها من نماذج وتجارب عملية أمام كل راغب في الاطلاع على أبرز ما خرج به عالم قطاع البتروكيماويات وتكرير النفط والغاز واستخدامات الطاقة بأشكالها كافة. فرصة حق المهندسين ان يعني يستعرضون المستجدات اللي تصير عندهم، في نفس الوقت فرصه حق الموظفين والمدربين والمهندسين الجدد ان ياخذون فرصه ان يقابلون المجموعه الثانيه من الموجودين في هاي المؤتمر. الجهاز هذا طال عمرك يعني بالانجليزي يسموه كيميكال انجكشن كيت، اللي هي حقن المواد الكيميائيه في البروسيس بشكل عام في 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 المصانع. طبعا له مجالات كثير متعدده، يعني من ناحيه انه الاستخدام ممكن يكون في مجال معالجه المياه او اضافه مواد كيميائيه داخل البروسيس. شركه عالميه كذا صح، تهتم في المشاريع البناء والمشاريع الميكانيكيه او الصيانه الميكانيكيه والصيانه للكهرباء والالكترونيات في المشاريع. معرض ميبك اتاح فرصه ثمينه لطلاب البحرين ممن ينتمون لتخصصات الهندسه بانواعها، المستجدين منهم والخريجين، بلقاء اصحاب الاختصاص والخبرات الكبيره من قاده الصناعه البتروليه
لوضعهم في صورة البحوث والتجارب الصناعية التي من المؤكد أن تنهض بفكرهم وطموحاتهم العلمية لينجحوا في تطبيقها على أرض الواقع. نحن ستودنت وليحن ما تخرجنا، فنحتاج أن نكتسب خبرة من هاي الشركات ونعرف شلون يمكن نقدر نوصل لهم في المستقبل، أو نقدر يعني نشتغل على المؤهلات اللي يمكن تخلينا تتيح لنا الفرصة أن احنا ننضم حق هاي الشركات في بعد ما تخرج. حلو الواحد يتعرف على شركات جديدة يعني، ونتعرف إنه شو بعمله، ونشوف كمان إذا في فرص توظيف يعني كونا احنا آخر سمستر إلنا إن شاء الله. أيام المعرض الثلاثة، من الممكن أن تستقطب ما يزيد على 3500 مشارك. من المتوقع أن تفضي خبراتهم بجملة من الحلول الإدارية والفنية تحاكي ماهية الطلب المتزايد على الطاقة. لكل مهتم ومختص، سيقت هذه الابتكارات التي طالت عالم هندسة البتروكيماويات وتكرير النفط والغاز لتوظف في إطارها الصحيح بالشكل الذي يكفل استغلال مختلف صناعات الطاقة الثمينة لتوضع في قالب يستفاد منه اقتصادياً أو حتى في مجال البحث العلمي. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.